أهلا بكم من جديد في التقرير الخاص. لبنان بعد العاصفة يغرق في الظلام، فمن يخرج المواطن من عتمة التقصير والإهمال؟ تقرير لهنادي رحمي. وكأنك إذا لفظت كلمة كهرباء بدا كلامك ناقصا، لا يكتمل إلا إذا أرفقته بكلمة مقطوعة. الكهرباء شبه غائبة عن لبنان، وانقطاعها يخرق أحيانا على قاعدة التقنين. هذا قبل العاصفة، فما بالك اليوم بعدما تسببت به من أعطال أصابت شبكة التوزيع، ما أدى إلى انقطاع إضافي لا بل كامل في عدد من المناطق وحتى في قلب العاصمة. كل ذلك على وقع الإضراب الذي نفذته نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، ما حال دون تمكن من إصلاح معظم الأعطال. صار له 5 أيام مقطوع الكهرباء. عادي. صرنا يومين ما إجت مدام كهرباء. يا حمية وحرامية، الله لا يوفقهم. رايح فاز ما بيصلحوه. عم تجي الكهرباء عندكم؟ الام تي في صادفت في احدى شوارع بيروت عمالا يصلحون الاعطال ليتبين انهم من المياومين. كشركات خاصه وكمياومين بالشركات الخاصه عم نقوم بتصليح كل الاعطال. هلا عندنا مشكله وحيده انه في اعطال ما فينا نصلحها اذا مؤسسه كهرباء لبنان ما قطعت لنا التيار، وهيدي اللي عم نعجز عن تصليحها. عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدموها كانوا أعلنوا إضرابهم بسبب الإشحاف الذي لحق بهم في مشروع الموازنة السنوية الخاصة بهم. قبل بأسبوع يعني وقت إجت الموازنة بعتنا رسائل كتير وجربنا نطلب مواعيد، للأسف كانت الأبواب مسكرة. هلا الموضوع اليوم اللي صار إنه معالي وزير الطاقة اليوم كان عندنا لقاء معه، صار في اتصال مباشر مع معالي وزير المالية ووضح له البنود والصورة، وهو معالي وزير المالية أقر إنه في أمور مشحفة بالموضوع وكي بتصلح يعني الموضوع، وطلب إنه إعادة سحب الموازنة اللي إجت على الكهرباء، لأنه إجت موازنة مصدقة. نبلغكم مع التصديق بكامل الاعتمادات الملحظة بالموازنة. الحل أبرم إذن بإعادة سحب الموازنة لتصحيح الأخطاء الواردة فيها بعدما صدقها وزير المال نفسه، وبالتالي فإن العمال سيعودون إلى العمل وسيصلحون أعطال العاصفة. لكن الشكوى من الكهرباء لن تنتهي، فالأزمة ليست أزمة عاصفة وأعطال، بل أزمة إنتاج قائمة منذ عشرات السنين مقابل هروب رسمي مستمر نحو الأمام. ما فينا نعن، ما فينا نضل نعن، خلص كل العالم عارفه.